إذن مشاهدينا سنتحدث في هذا الموضوع مع اختصاصي الطب النفسي دكتور أحمد السالم. صباح الخير دكتور. صباح الخير ستي، أهلا وسهلا، نورتنا اليوم دكتور. الله يسلمك، نورك كفاية دكتور. استمعنا كما استمعنا في التقرير، هنالك آراء استطلعتها كاميرا المملكة، كان هنالك مؤيد ومعارض لهذا الفكر، ويعني لطالما نمارس مع أبنائنا أساليب تربية وطريقة معاملة معينة تكون متوارثة أو انطلاقا من مفهومنا الخاص بالتربية، لكن ليس بالضرورة أن يكون علم التربية له نفس وجهة النظر فيها، ولربما من وجهة نظر علم التربية تكون خطأ فادح. ما هو القول الفصل؟ ماذا يقول العلم، علم التربية في موضوع العقاب تحديدا من المصروف؟ يعني نحن في الطب النفسي إجمالا نحترم ونتفق مع العلماء التربويين في البداية، وإجمالا إحنا بنشوف أنه رقم واحد إذا أنا بدي أربي ابني في البداية بفكر أني أنا ما أضربه، هذا رقم واحد. الضرب عادة ليس خيارا في موضوع التربية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الحجز والحرمان نوع من أنواع التربية ونوع من أنواع أشكال تحسين السلوك للطفل، ولكن ليس فيما يتعلق بالأمور الأساسية. يعني إذا أنا بعطي ابني مثلا دينار ولا دينارين ليشتري سندويشة ويشتري عصير في الفرصة، أنا ما هيك هو راح يجوع إذا ما أخذ هذا المصروف. بس إذا أنا بعطيه كمان فلوس زيادة ليشتري بوزة ليشتري شوكولاتة ليشتري شو مكان، هاي بقدر أنا إذا عمل شيء خطأ أني أنا أحرمه من الفلوس الزيادة اللي ممكن يعني تكون مصدر رفاهية بالنسبة له. نفس الوضع في البيت، في البيت بالنسبة لنا إحنا، يعني مثلا إذا الولد عمل شيء خطأ مش بحرمه من الغداء وما بحرمه من العشاء، بس مثلا بسحب اللابتوب، بسحب البلاي ستيشن، بسحب الفيديو جيمز وهكذا. أحد الآراء التي استمعنا إليها في التقرير يقول بأنه حتى لا نضرب نستطيع المنع من المصروف، وكأنه حتى لا أضرب يجب أن أجوع الطفل. يعني الثقافة لربما ممكن أن يكون ونحن لا ندري، يعني قصدنا مع بالطبع الأهالي دائما يكون نيتهم بالأخير نية جيدة مع أطفالهم ويريدون لهم الأفضل بكل المقاييس، لكن بسبب الجهل في أمور التربية أريد أن توضح لكل من يشاهدنا الأثر السلبي الذي من الممكن أن نتركه في نفوس أطفالنا إذا حرمناهم من المصروف حتى يعني نعلمهم أو نربيهم على قيم معينة. بالضبط ستي، يعني قد يتذكر الطفل الأمر الخاطئ الذي ارتكبه أو الذي قام به، ولكن على الأكيد سيتذكر العقوبة المؤلمة التي كانت متمثلة إما بالضرب أو بالتجويع أو حرمان الأمور الأساسية. يعني مثلا ما في حدا بالضبط بيتذكر زمان من الجيل القديم مثلا تفاصيل شو هو عمل شيء خطأ لزعل أبوه، لكن بيتذكر لما تكون عقوبة أبوه يعني فيها ضرب شديد أو فيها تجويع أو فيها يعني تنام برا البيت، تنام بدون تدفئة وهالكلام، بيتذكر تفاصيل تلك الليالي وتلك الأيام. طيب دكتور، السؤال الأهم الآن، ما هي البدائل؟ كيف نتعامل اليوم مع أطفالنا ويعني ولا نستخدم أسلوب التجويع أو الحرمان من المصروف؟ ستي في البداية أول إشي الولد بده يفهم ما هو السلوك الصحيح. كثير مرات أهالي بيجوا بضربوا الولد والولد مش فاهم ليش انضرب ومش فاهم شو كان في أوبشن أو خيار جيد أصلا كان لازم يعمله قبل هذا الموضوع. رقم اثنين، الأم والأب بالضبط ما بيكونوا فاهمين إنه مثلا اللابتوب هذا اللي بدك تحرم ابنك منه أو المصروف اللي أنت بدك تحرم ابنك منه هو ما بيفطر كويس أصلا عندك في البيت، علشان أنت كمان تروح تحرمه المصروف اللي بده يدفعه في الفرصة على أساس من مقصف المدرسة يشتري السندويشة أو يشتري العصير. تمام، فأنت افهم حاجات ابنك بالضبط، وبعدين خليك قادر تعرف الأشياء الإضافية من الأشياء الأساسية. الأشياء الإضافية إذا كنت أنت تعطي ابنك 3 دنانير ولا 5 دنانير ولا دينارين، في مبلغ معين منهم بيكون للسندويشة والعصير، هذا ما يعني لا تقترب منه، هذا شو ما عمل ابنك لازم يكون معه فلوس ليقدر يدفع لنفسه. أما المبلغ الآخر لزيادة هذا بتقول له لأنك أنت عملت غلط، فأنا إخوتك مثلا ما عملوا الغلط بضل مصروفهم زي ما هو، أنت بدي أقلل لك المصروف. أنت بتكون عارف أنه في هاي اللحظة هو مش حيقدر يأخذ بوزة وشيبس وشوكولاتة في
في فتره الفرصه مثلا. ولا ربما دكتور يعني لغه الحوار هي لغه غائبه عن موضوع التربيه بين الاهالي والاطفال. بالضبط ستي، يعني فلذلك اصلا يجب ان يكون نقاش على القضيه اصلا التي صار فيها خلاف. فالانسان لما يعطي ابنه وقت 10 دقائق ربع ساعة يفهمه شو اللي صار وما هو الحل المثالي وكيف ما يعيدها أفضل دكتور. بعدين بيلجأ إلى العقوبة. يعني دكتور موضوع التربية هو بحر يحتاج الكثير والكثير، لكن للأسف وقتنا لا يتسع. أشكرك جزيل الشكر، يعني أسعدنا بوجودك ونتمنى لك يوما طيبا. اختصاصي الطب النفسي دكتور أحمد السالم نورتنا. أهلا وسهلا ستي.